منذ ولدت الطفلة سوبترا ساسوفان ببانكوك وهي تعاني من حالة نادرة من تغطية الشعر الكثيف لمناطق معينة من جسدها كالوجه والذراعين والقدمين والظهر، جعلتها تبدو كالذئبة حتى أنها أطلق عليها بالفعل الفتاة الذئبة. هي الحالة النادرة التي جعلتها تدخل موسوعة جينيس. ووفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية أمس، فقد تمكنت سوبترا البالغة من العمر 12 عاما أخيرا من التغلب على خجلها وانتظمت في دراستها ببنكوك، كما أنها أبدت سعادتها بدخولها الموسوعة والشهرة الواسعة التي حققتها في المدرسة. وقالت الطفلة أن حالتها لم تعد تشكل عائقا أمام أحلامها، حيث ترغب في أن تصبح طبيبة لرعاية المرضى ودراسة مادة الحاسب لتعليمها للأطفال الصغار مستقبلا. ورغم بعض التعليقات السخيفة التي يطلقها عليها البعض مثل وجه الكرد أو أنها كما تقول اعتادت جدا على الحالة، رغم ذلك لا تزال تتمنى الشفاء. وتعد سوبترا واحدة من ضمن 50 شخصا حول العالم يعانون من تلك الحالة الغريبة، وهي معروفة باسم متلازمة أمبرس، وهي ناتجة عن خلل في صبغات الجسم حيث يسود الشعر جميع أنحاء الجسم، ولا يوجد علاج لهذه الحالة حتى الآن، لدرجة أن أشعة الليزر فشلت في علاج الطفلة. وعن هواية الفتاة الذئب كما أطلق عليها، والتي تعيش في حجرة صغيرة في مدينة برانكوم بالعاصمة التايلاندية بانكوك، فقالت: أحب السباحة والرقص على الموسيقى المفضلة واللعب مع أصدقائي والتلفاز لمشاهدة الرسوم المتحركة. وفيما كشف والدها ذو 38 عاما والذي يعمل كصانع مجوهرات، أن سوبترا قد أجرت عمليتين جراحيتين لأنها كانت تعاني من بعض مشاكل التنفس بسبب ضيق مجرى الهواء الذي بلغ عرضه مليمتر، ولكنها حالتها الآن قد تحسنت تماما بعد بلوغها عامين. وأضاف إن ابنته لديها الكثير من الأصدقاء وهي تنمو بشكل طبيعي، لكن أسنانها بطيئة النمو، كما أنها لا ترى بشكل جيد. وفيما تقوم والدتها بقص شعرها بانتظام كل فترة وتستخدم في غسله شامبو للأطفال لأنها تعاني من حساسية.